خلونا دلوقتي نتابع مع بعض أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، وكمان أهم الحفلات اللي هتتعمل في مهرجان العالمين في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، الهيئة العامة لتعليم الكبار هتنظم احتفالية اليوم العالمي لمحو الأمية لعام 2023 تحت عنوان تعليم القراءة والكتابة كمدخل لبناء المجتمعات السلمية. والنهاردة هيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات بدءا من اليوم الخميس وحتى يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023، على أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023 حتى يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023. والنهاردة هيشهد مهرجان العالمين في دورته الأولى تنوع كبير في فعالياته الفنية. النهاردة الجمهور على موعد مع 4 حفلات مختلفة مع مطرب المهرجانات عمر كمال والمطرب أبو وفريق السواريخ ودبل زوكش، وهيقدم كل فنان منهم مجموعة مميزة من الأغاني اللي بيحبها الجمهور ويتفاعل معها بشكل كبير. وأتاح موقع تذكرتي التذاكر الخاصة بالحفل عبر موقعه الإلكتروني.